أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في الدليل الخامس. وذكرنا بأن الدليل الخامس أدلة حرمة الإفتاء والإسناد إلى الدين بلا علم، وبينا ما هو الفرق بين الدليل الرابع والدليل الخامس. قلنا يظهر من بعض كلام المحققين أو بعض كلام المحقق الميرزا النائيني قدس سره الاستدلال على عدم حجية مشكوك الحجية بالأدلة الدالة على حرمة الإفتاء والإسناد إلى الدين بلا علم، كقوله تعالى أالله أذن لكم أم على الله تفترون. وسجلنا إشكالا، قلنا إشكال أن هذه الأدلة تعتبر من أدلة النهي عن اتباع الظن، فهي ترجع إلى الدليل الرابع ويجري فيها نفس الكلام هناك، فلماذا جعلتها في دليل خامس في دليل مستقل؟ دفع الإشكال. نقول ذكرنا في الدليل الرابع أن الحرمة ليست حرمة نفسية تكليفية، أو أن النهي ليس نهيا تحريميا، بل هي حرمة إرشادية، أي أن النهي إرشادي، فهو إرشاد إلى عدم الحجية، حيث أن مدلولها المطابقين ناظر إلى العمل والاتباع، فهي تدل على الإرشاد. أو هي في مقام الإرشاد، هذه النواهي في الدليل الرابع. في الدليل الخامس قلنا أما في هذا الدليل الخامس فالمدلول المطابق غير ناظر إلى العمل والاتباع، فلا تدل على عدم الإرشاد، بل الأدلة هنا تدل على حرمة نفسية تكليفية، وهي حرمة إسناد ما لم يعلم إلى الله تعالى. نقول لهذا المستوى من الكلام فإن الثابت هو حرمة الإسناد، وهذا غير كافي في الاستدلال على عدم الحجية، أي غير كافي في الاستدلال على عدم حجية مشكوك الحجية، ولإتمام الاستدلال فإننا نحتاج إلى إثبات الملازمة بين حرمة الإسناد وبين عدم الحجية. إذن ولإتمام الاستدلال فإننا نحتاج إلى إثبات الملازم بين حرمة الإسناد وبين عدم الحجية، بدعوى أنه لو كان عدم العلم أو الدليل المشكوك الحجية لو كان حجة لجاز الإسناد، والتالي باطل أي لا يجوز الإسناد، إذن المقدم باطل أي ليس بحجة، أي عدم العلم ليس بحجة، أو الدليل مشكوك الحجية ليس بحجة. والكلام في نقطتين، النقطة الأولى إثبات أصل الملازمة، إثبات أصل الملازمة ومقدارها، إثبات أصل الملازمة وإثبات مقدار الملازمة. والنقطة الثانية الوجود الواقعي للحجية أو الوجود العلمي. النقطة الأولى إثبات أصل الملازمة ومقدارها. قيل إن مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤون الحجية، جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤون الحجية، هذا شيء.
ننتقل إلى خطوة أخرى. نفس هذه المسألة، مسألة جواز الآن، قبل قليل قلنا أن جواز الإسناد من لوازم الحجية، كأنما يعني عندي مبتدأ وخبر. مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية، أو نقول جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها. لاحظ، جواز الإسناد مبتدأ، من لوازم الحجية ومن شؤونها خبر. طبعا مع تقدير الخبر المحذوف هذا شيء آخر ليس لنا يعني لحاظ بالنسبة إلى اللغة في هذا المقام. المهم الفكرة تصل. إذا عندي جواز الإسناد من لوازم الحجية هذا شيء، ربما أيضا ذكر هذا الأمر لا ثمر فيه ضمن هذا البيان، لكن لا بأس بأننا ذكرنا هذا الأمر. إذا نقول قيل أولا أن مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها. الآن نأتي إلى هذه المسألة، نضع هذه المسألة أي جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها، هذه هي عبارة عن، لنقول هي عبارة عن مبتدأ فنخبر عنه، فنقول مسألة أو إن مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها. هذه المسألة أي مسألة، مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها تتفرع عن مسألة هذه، تتفرع عن هذه الجملة، هي في محل خبر لمسألة، أو إذا دخلنا أو أدخلنا إن فتكون مسألة هي اسم إن، وتتفرع هذه الجملة من تتفرع وما تعلق بها، هذه الجملة هي خبر إن. واضحة؟ أي إن مسألة كذا وكذا وكذا تتفرع عن مسألة، اسم إن وخبر إن. واضح المسألة؟ إذن نقول قيل إن مسألة أي مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها تتفرع عن مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي أو عدم قيامها، أو عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. إذن عندما نتحدث عن جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها، هذه المسألة أو هذا الحكم يتفرع عن مسألة أخرى. ما هي المسألة؟ مسألة هل أن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي. إذن هذا يعني أننا نحتاج إلى البحث في المسألة الأولى المفرع عنها، فنحتاج البحث في مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي أو عدم قيامها. بعد هذا يأتي الكلام في مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها. إذن الكلام، إذن النقطة الأولى في إثبات أصل الملازمة ومقدارها. فالكلام إذن في مسألة الملازمة وفي أصل الملازمة، هذه مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية أي في الملازمة الكلام. فالكلام في الملازمة يتفرع عن مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي أو عدم قيامها. إذن يجب أن نبحث أولا عن مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي أو عدم قيامها، وبعد ذلك نأتي للحديث في الملازمة وفي أصل الملازمة وفي مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها. وعليه نقول، وعلى هذا أليف وباء. أليف بناء، إذن الآن بناء على ما يقال في المسألة الأولى وهي مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، سيكون أو تكون نتيجة في المسألة الثانية كذا، وبناء على المبنى الآخر في المسألة الأولى تكون النتيجة كذا. واضح المسألة؟ إذن عندي أليف وباء. إذن قلنا عندي أولا علي أن أعرف ما هو المبنى في مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، بعد هذا أفرع عليه النتائج في مسألة الملازمة وجواز الإسناد من لوازم الحجية.
نقول وعليه أليف بناء على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. يعني لو بنينا في المسألة الأولى على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي فإنه يثبت أو تثبت الملازمة، فيكون نفي جواز الإسناد أو تكون حرمة الإسناد نفيا للحجية. إذا تثبت الملازمة فنفي جواز الإسناد أو حرمة الإسناد يثبت عندي نفي الحجية. إذن بناء على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي تثبت الملازمة. باء بناء على عدم قيام الأمارات، يعني لو بنينا في المسألة الأولى على عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، وهذا بحث مستقل يحتاج إلى بحث مستقل بالتأكيد، نقول بناء على عدم باء بناء على عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي فإنه لا يكون نفي جواز الإسناد، لا يكون نفي جواز الإسناد أي لا تكون حرمة الإسناد، لا يكون نفي جواز الإسناد لا تكون حرمة الإسناد نفيا للحجية، لا تنفي حجية مشكوك الحجية. لماذا؟ لأن جواز الإسناد في هذه الحالة يعني بناء على عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، نقول لأن جواز الإسناد يكون لازما أخص، جواز الإسناد لازم يكون لازما أخص، هو لازم أخص، فإذا نفينا اللازم الأخص لا ينتفي المزوم الأعم، ممكن أن يثبت المزوم بالحصص الأخرى بالأفراد أو بالتطبيقات أو بالحصص أو بالموارد التي هو أعم بها من هذا الأخص. إذن عند نفي الأخص لا ينتفي الأعم لإمكان ثبوت الأعم من طريق آخر غير طريق الأخص، لأن جواز الإسناد يكون لازما أخص، فلا يدل نفيه على نفي الحجية، لأن نفي اللازم الأخص لا يدل على نفي ملزومه الأعم بالتأكيد. لا يحتاج أن نذكر الأعم، لكن عندما نقول الأخص إذن يقابل هذا الأعم، لأنه أو لأن نفي اللازم الأخص لا يدل على نفي ملزومه، أي جواز الإسناد يكون أخص من الحجية، بمعنى أن الحجية على سبيل المثال وللتقريب وللبيان نقول الحجية فيها أكثر من حصة، التنجيز والتعذير فيه أكثر من حصة، فيه أكثر من مورد، حجية الحكم الواقعي، حجية القطع بالواقع، وأيضا عندي حصة أخرى حجية الحكم الظاهري. فممكن أن يكون الدليل الذي يجوز فيه الإسناد فقط هو في حالات الحكم الواقعي، فقط في حالات القطع بالحكم الواقعي يجوز الإسناد إلى المولى وإلى الشارع، أما في حالات الحكم الظاهري فلا يجوز الإسناد إلى الشارع. لكن مع هذا يقال بحجية الحكم الظاهري كما يقال بحجية الحكم الواقعي، يعني الحكم الظاهري يكون حجة، يكون منجزا ومعذرا، مع هذا لا يصح ولا يجوز الإسناد إلى الشارع. تقول هذا حجة، هذا منجز ومعذر، لكن لا تقول هذا الحكم هو يعني صادر عن المولى الشرعي، لا تقول مثلا على سبيل المثال لا تقول قال الإمام عليه الصلاة والسلام، بالرغم من حجية الرواية
بالرغم من تنجز الحكم علينا، الحكم الوارد في الرواية علينا، لكن مع هذا لا نقول قال الإمام سلام الله عليه، لا نسند هذا الحكم، لا يجوز إسناد هذا الحكم إلى الشارع. إذن هذه القضية ممكنة ومتصورة بأن الحكم أو المورد أو الدليل يكون حجة، ومع هذا لا يجوز الإسناد. فعدم جواز الإسناد، لاحظ في هذا المثال، عدم جواز الإسناد لا يدل على عدم حجية الدليل. ممكن أن يكون الدليل حجة ومنجزا ومعذرا، ومع هذا لا يجوز الإسناد، لا يجوز إسناد مفاد الدليل إلى الشارع، لا يجوز إسناد الخبر إلى الشارع، لا يجوز إسناد الحكم إلى الشارع. يعني جواز الإسناد يكون فقط في موارد، لنقل الحكم الواقعي، في موارد حجية القطع بالواقع، فقط في حالات وموارد القطع بالحكم الواقعي يجوز الإسناد ونقول قال الإمام عليه السلام. أما في موارد الحكم الظاهري فلا يجوز الإسناد. لاحظ جواز الإسناد أقل أخص، جواز الإسناد فقط في حصة الحكم الواقعي، أما الحجية فتشمل الحكم الواقعي وتشمل الحكم الظاهري، فالحجية أعم من جواز الإسناد، جواز الإسناد أخص من الحجية. إذن واضحة صارت المسألة. نقول إذن النقطة الأولى إثبات أصل الملازمة ومقدارها. قيل إن مسألة جواز الإسناد من لوازم الحجية ومن شؤونها، هذه المسألة تتفرع عن مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضعي أو عدم قيامها، وعليه أليف بناء على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي فإنه يثبت أو تثبت الملازمة، فيكون نفي جواز الإسناد، أو تكون حرمة الإسناد نفيا للحجية، فيكون نفي جواز الإسناد نفيا للحجية، ويكون حرمة الإسناد أو تكون حرمة الإسناد نفيا للحجية، أي نفيا لحجية مشكوك الحجية. باء بناء على عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي فإنه لا يكون نفي جواز الإسناد نفيا للحجية، فإنه لا يكون أو لا تكون حرمة الإسناد نفيا للحجية، لأن جواز الإسناد يكون لازما أخاص، فلا يجوز، فلا يدل نفيه على نفي الحجية، لأن نفي اللازم، لأن نفي اللازم الأخاص لا يدل على نفي ملزومه. أي جواز الإسناد يكون في المثال كما بينا في موارد الحكم الواقعي، القطع بالحكم الواقعي، يعني تكون جواز الإسناد يكون مثلا فقط في موارد الحكم الواقعي، أي موارد القطع بالحكم الواقعي، بينما الحجية تكون في موارد الحكم الواقعي وتكون في موارد الحكم الظاهري، فتكون الحجية وموارد الحجية أعم من جواز الإسناد. وقيل، هذا الكلام كما بينا قلنا، قيل إن مسألة هذه، وقيل الصحيح أن المسألة لا تتفرع، الآن قلنا تتفرع على مسألة أخرى، على مسألة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، نقول لا، الصحيح أن المسألة لا تتفرع على أي مسألة، أي مسألة الملازمة، مسألة نفي جواز الإسناد يكون نفيا للحجية، هذه المسألة مسألة الملازمة بين عدم جواز الإسناد، بين نفي جواز الإسناد وبين عدم الحجية، بين الإسناد والحجية، هذه المسألة وهذه الملازمة لا تتفرع على قيام، على المسألة الأخرى لا تتفرع على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي أو عدمه. أي أن نقول والصحيح، أو الصحيح أن المسألة لا تتفرع على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو عدمه، أي أن عدم جواز الإسناد، أي حرمة الإسناد للشارع وحرمة الإفتاء في مورد الأمارات المشكوكة، مورد الحجية المشكوكة، عدم جواز الإسناد لا يكفي لإثبات عدم الحجية. نقول أي أن عدم جواز الإسناد، أو نقول حرمة الإسناد، عدم جواز الإسناد أو حرمة الإسناد،
حرمة إسناد الشارع وحرمة الإفتاء. في موارد عدم جواز الإسناد في موارد الأمارة المشكوكة لا يكفي لإثبات عدم حجية الأمارة المشكوكة، سواء قلنا أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا. نقول وقيل الصحيح أن المسألة لا تتفرع على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو عدمه، لا بل نقول أي نقصد أو نقول بل نقول أو أي أن النتيجة في هذا القول عدم أن عدم جواز الإسناد في مورد الأمارة المشكوكة لا يكفي لإثبات عدم الحجية، سواء قلنا أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا. الآن طرحنا هذا، هذا طبعا يحتاج إلى شيء من البيان، نترك هذا الأمر لاحقا إن شاء الله هذا القول. لكن مع هذا الآن في طريق يعني البيان والاستدلال والبرهان وصلنا إلى هذه النتيجة بأن عدم جواز الإسناد نفي جواز الإسناد لا يثبت عدم الحجية، سواء قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضعي أو لا تقوم، سواء بنينا على هذا على قيام الأمارة مقام القطع الموضعي أو عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضعي. هذه نتيجة وصلنا إليها، لكن نقول مع هذا الآن مع الدليل، لكن نقول مع هذا فإننا لا نتمسك بهذا الحكم، لا نتمسك بهذا القول وهو عدم جواز الإسناد لا يثبت أو لا يكفي لإثبات عدم الحجية. لماذا؟ نقول لوجود قرينة خارجية أو لوجود قرينة عرفية، لوجود قرينة إضافية، لوجود قرينة زائدة، لوجود عناية عرفية زائدة، أي نقول توجد قرينة تثبت الملازمة بين عدم جواز الإسناد وعدم الحجية. إذن في دليل، في طريق الدليل والبرهان لا تعتمد على مسألة القيام ومسألة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، ويثبت عندي في طريق البرهان والدليل بغض النظر عن القرائن والعنايات الزائدة والمكتنفة في المقام أو في المقال، فنقول بأنه لا ملازمة بين عدم جواز الإسناد وعدم الحجية. عدم جواز الإسناد ونفي جواز الإسناد لا ينفي أو لا يثبت عدم الحجية، لا ينفي الحجية أو لا يثبت عدم الحجية، لكن نقول مع ذلك يقال بثبوت الملازمة لأنه توجد في المقام عناية عرفية زائدة. وهي ما هي العناية العرفية الزائدة؟ أن حرمة الإسناد والإفتاء في الدليل، هذه الآية أالله أذن لكم أم على الله تفترون، هذه حرمة الإسناد والإفتاء في الدليل في الآية تكون بلحاظ عدم الحجية. يوجد عناية علينا أن نستظهر هذه العناية في الآية في الدليل بأنه يراد به عدم الحجية، يريد أن يبين المولى بأن هذا ليس بحجة، ليس بمنجز وبمعذر، هذا ليس منجزا، فكيف تقولون بتنجيزه؟ أتفترون على الله؟ هل أذن الله لكم في تنجيز هذا الأمر وهذا الحكم وهذا المورد؟ أم تفترون على الله؟ كيف تحكمون بدون علم؟ كيف تفتون بدون علم؟ إذن نقول حرمة الإسناد والإفتاء في الدليل تكون بلحاظ عدم الحجية، طبعا يحتاج إلى بيان أكثر في المقام. إذن نقول لكن مع ذلك يقال بثبوت الملازمة لأنه توجد في المقام عناية عرفية زائدة، يعني العرف يفهم بأن حرمة الإسناد وحرمة الإفتاء المستفادة من الآية المستفادة من الدليل هي بلحاظ عدم الحجية. المولى لم يحرم الإسناد ولم يحرم الإفتاء في موارد عدم العلم إلا لأنها ليست بحجة،
هكذا يفهم العرف. نقول وبهذه العناية العرفية وبهذا اللحاظ تثبت الملازمة، أي يثبت أن حرمة الإسناد يستلزم عدم حجية مشكوك الحجية، أو أن جواز الإسناد يستلزم حجية المشكوك به. إذن هذا دليل آخر يضاف إلى أدلة النهي في إثبات عدم حجية مشكوك الحجية. هذه النقطة الأولى. الآن النقطة الثانية، نقول الآن ثبتت عندي الملازمة بين عدم جواز الإسناد وعدم الحجية. الآن نقول هل الملازمة ثابتة بين عدم جواز الإسناد وبين الحجية بوجودها الواقعي، أو الحجية بوجودها العلمي؟ أي عدم جواز الإسناد يثبت عدم الحجية بوجودها الواقعي، يعني واقعا ليست بحجة. أو بوجودها العلمي، أي بالوصول بالكشف، بتعبير آخر ننتقل إلى جواز الإسناد. هل جواز الإسناد من لوازم واقع الحجية؟ حتى تعرف هذه المسألة وتكون أوضح عندك وعندي أيضا، هل أن جواز الإسناد من لوازم واقع الحجية، يعني لو كانت الحجية ثابتة واقعان يجوز الإسناد سواء وصلت الحجية أم لم تصل، سواء علمنا أو قطعنا بالحجية أم لم نقطع، أو أن جواز الإسناد لا يعتمد على جزئين ويتوقف على جزئين، وهو من لوازم جزئين، من لوازم المركب من جزئين، من لوازم واقع الحجية ووصولها والعلم بها والقطع بها، أيضا هذا للتقريب ندخل خطوة أخرى. مجرد نريد أن يعني نفهم ولو بالتدريج حتى لو كانت المعلومة السابقة فيها شيء من النقاش. نقول النقطة الثانية، الوجود الواقعي للحجية والوجود العلمي. أليف، إن قيل إن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها الواقعي تم الاستدلال على الملازمة، أي تم الاستدلال على أن حرمة الإسناد يثبت أو تثبت عدم الحجية، أن نفي جواز الإسناد يثبت عدم الحجية. لأن جواز الإسناد هنا من لوازم الحجية بواقعها بوجودها الواقعي، فإذا قلنا عدم جواز الإسناد إذن ننفي وجود واقعي للحجية. وقد ذكروا أن هذا مبني على مسلك جعل الطريقية والعلمية، حيث يكون من التوسعة في موضوع جواز الإسناد واقعا. وقد ذكروا أن هذا مبني على مسلك جعل الطريقية والعلمية، حيث يكون من التوسعة في موضوع جواز الإسناد واقعا، يعني جعل الطريقية والعلمية للأمارة، فتكون الأمارة طريقا وعلما للحكم للواقع، فيجوز الإسناد، فيكون جواز الإسناد من لوازم واقع الحجية وجعل العلمية. الحجية ثابتة واقعا، وبناء على مبنى جعل العلمية،
فلواقع الحجية ولجعل العلمية والطريقية يجوز الإسناد بهذا اللحاظ. إذن نقول أليف: إن قيل أن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها الواقعي تم الاستدلال على الملازمة، أي تم الاستدلال على أن حرمة الإسناد يثبت أو تثبت عدم الحجية. وقد ذكروا، طبعا يوجد كثير من النقاش والبيان لكن نحن تركنا هذا الأمر، وقد ذكروا أن هذا مبني على مسلك جعل الطريقية والعلمية، حيث يكون من التوسعة في موضوع جواز الإسناد واقعا فيكون جواز الإسناد من لوازم واقع الحجية وجعل العلمية. ب: إن قيل أن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها العلمي ليس بوجودها الواقعي، الأليف كان إن قيل أن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها الواقعي قلنا تم الاستدلال. ب: إن قيل أن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها العلمي فلا يتم الاستدلال. يعني نحن ممكن أن نكتفي بهذا القدر من البيان أو من الطرح. نقول النقطة الثانية: وجود الواقع الحجي أو الوجود العلمي. نقول: إن قيل أن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجوده الواقعي تم الاستدلال. ب: إن قيل أن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجوده العلمي فلا يتم الاستدلال، يبقى التفصيل لاحقا. لكن لا بس بذكر ما ذكرناه وما سنذكره لاحقا، ويبقى أيضا التفصيل إن شاء الله يأتي في المستقبل إذا بقينا في هذه الحياة. إذن ب: إن قيل إن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها العلمي فلا يتم الاستدلال، وذلك لماذا؟ يقول: وذلك لأننا نعلم هنا، لاحظ، جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها العلمي، يعني الحجية والعلم بها. والآن أنا ماذا عندي؟ موارد شك في الحجية، عندي علم في الحجية عندي علم بالحجية، ليس عندي علم، لا علم بالحجية، عندي شك بالحجية، عندي في موارد الآن مشكوك الحجية، إذن لا علم لي بالحجية. وجواز الإسناد من لوازم الحجية بوصولها بالعلم بها، بالقطع بها، بوجودها العلمي، فهنا نقول لا يتم الاستدلال. لماذا؟ لأن عدم جو، لاحظ، التفت إلى هذا الأمر، لأن عدم جواز الإسناد فيه، يعني منشأ عدم جواز الإسناد منشأ فيه احتمالان: إما احتمال أن الحجية واقعا غير ثابتة، إما لعدم الحجية واقعا، هذا أولا. والاحتمال الثاني: لا، الحجية واقعا موجودة لكنها غير واصلة، كما في موارد هي الشك، موارد التردد، موارد الشك في الحجية. الحجية غير واصلة لكن ممكن أن تكون واقعا موجودة لكنها غير واصلة، لاحظ. وكأن هذا الذي نريد أن نبين، نقول: وكأن جواز الإسناد هو لازم لمركب من الحجية بواقعها والعلم بها، فإذا انتفى الملزوم ينتفي اللازم، والملزوم وهو الحجية ينتفي إما بانتفاء الجزئين، يعني انتفاء الحجية واقعا وانتفاء الوصول بالتأكيد، أو ينتفي بانتفاء أحد الجزئين، إما ينتفي تنتفي الحجية بواقعها لكن تصل اشتباها وخطأ، تصل الحجية، يوجد وصول لكن بالواقع هي غير موجودة، أو توجد في الواقع لكن الجزء الآخر ينتفي وهو الوصول لا تصل. فنحن في المقام عندما نقول عدم جواز الإسناد، عندما ننفي جواز الإسناد، فهذا نفي جواز الإسناد وعدم جواز الإسناد هذا اللازم، ممكن أن يرجع إلى أي احتمال؟ إلى احتمال وجود الحجية واقعا لكنها غير واصلة، لأننا قلنا إن قيل بأن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها العلمي، فإذا نفي جواز الإسناد لا ينفي الحجية في الواقع، لأن نفي جواز الإسناد ممكن أن يكون مسندا إلى عدم وصول الحجية وليس مسندا إلى عدم
وجود الحجية أصلا. لا، مسند يكون مسندا إلى عدم وصول الحجية وليس مسندا إلى عدم وجود الحجية. الحجية موجودة واقعان لكنها غير واصلة، فإذا لا يجوز الإسناد على المبنى باء الذي ذكرناه. أرجو أن تكون المسألة واضحة. نحن ذكرنا هذا التفصيل والشيء من التفصيل لي يعني تسجيل هذه النكات العلمية في الأذهان. باء، إن قيل إن جواز الإسناد من لوازم الحجية بوجودها العلمي فلا يتم الاستدلال، وذلك لأننا نعلم هنا بحرمة الإسناد، أي نعلم هنا عدم جواز الإسناد على كل حال سواء كانت الأمارة المشكوكة حجة أم لا. هنا نعلم عدم جواز الإسناد على كل حال، سواء ماذا نقصد على كل حال؟ سواء كانت الأمارة المشكوكة حجة أم لا، أو لنقول سواء كانت الأمارة الموجودة الأمارة واقعا ثابتة أو غير ثابتة واقعا، أو أن حجية الأمارة ثابتة واقعا أو غير ثابتة. لماذا نقول؟ لأنها لم تصل، أو بصورة عامة نقول سواء كانت الأمارة المشكوكة حجة أو ليست بحجة، سواء كان يعني في الواقع أو في الظاهر، حتى أيضا نخلص من هذه المسألة. نقول سواء ثبتت حجية الأمارة أم لم تثبت، ثبتت واقعا أو ثبتت ظاهرا، المهم هي لم تصل، لا لم تصل واقعا ولم تصل ظاهرا، أي الوصول غير متحقق، هذا الذي نريد أن نبين. واضح؟ وسعنا إذن من هذا المطلب ومن هذا اللحاظ. نقول ثبوت الحجية سواء كانت الحجة ثابتة أو غير ثابتة، موجودة أو غير موجودة، متحققة أو غير متحققة، في الواقع أو في الظاهر، المهم هي غير معروفة، هل هي ثابتة أو غير ثابتة، متحققة أو غير متحققة، موجودة أو غير موجودة، على كل الاحتمالات فإننا في المقام يحرم علينا الإسناد، لا يجوز لنا الإسناد. لماذا؟ لعدم الوصول وانتهى الأمر. إذن عدم الإسناد غير جائز، عدم الإسناد هو الثابت، لنقول الإسناد غير جائز على كل حال، حرمة الإسناد ثابتة على كل حال. لماذا؟ نقول لعدم الوصول سواء كانت الحجة موجودة أو غير موجودة، سواء كانت الحجة ثابتة أو غير ثابتة، سواء كانت الإمارة المشكوكة حجة أو ليس بحجة، المهم هي لم تصل، لا يوجد وصول، لا يوجد علم، إذن لا يجوز الإسناد. نقول وذلك لأننا نعلم هنا بحرمة الإسناد، أي نعلم عدم جواز الإسناد على كل حال سواء كانت الإمارة المشكوكة حجة أم لا، لأن الوصول أي العلم أي القاطع أي اليقين غير متحقق، لأنه وحسب الفرض فإن الحجية مشكوكة وليست معلومة، إذن الجزء الثاني من الملزوم غير متحقق، فاللازم لا يتحقق. وذكروا أن هذا مبني على مسلك الملازمة كما هنا قلنا في الأليف، وذكروا أن هذا مبني على مسلك جعل الطريقية والعلمية، هنا ذكروا أن هذا مبني على مسلك الملازمة بين مقابل يعني مسلك جعل الطريقية والعلمية، قالوا هذا مبني على مسلك الملازمة بين تنزيل المؤدى، أي تنزيل الحكم الظاهري منزلة الواقع، المؤدى أو المؤدي، أو تنزيل الحكم الظاهري منزلة الواقع، هذا مبني على مسلك الملازمة بين تنزيل الحكم الظاهري منزلة الواقع، هذا الطرف الأول للملازمة، وبين تنزيل العلم، لاحظ عندي علم بالواقع التنزيلي ليس علم بالواقع، وإنما عندي علم، عندي قطع بالتنزيل، أنا أقطع بالتنزيل، أنا لا أقطع بالواقع، وإنما أقطع بتنزيل هذا منزلة الواقع. واضح المسألة؟ عندما أقول أنا أقطع بحجية هذا، أنا أقطع بحجية هذا الظن، لا أقطع بالقطع، لا أقطع بالحكم المقطوع، وإنما أقطع بالحكم المظنون، أقطع بحجية هذا الحكم المظنون، أقطع بحجية هذا الظن، هنا أقطع بواقع تنزيلي
لا أقطع بالواقع الحقيقي لو صح التعبير، وإنما أقطع بواقع التنزيل، أقطع بوجود تنزيل، أقطع بحجية التنزيل. إذن عندي ملازمة، إذن هذا مبني على مسلك ملازمة بين تنزيل المؤدى أو تنزيل المؤدي أو تنزيل الحكم الظاهري منزلة الواقع، وبين تنزيل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي. لاحظ عندي واقع تنزيلي وواقع حقيقي، علم بالواقع التنزيلي وهذا هو مورد الكلام، أنزل هذا العلم بالواقع التنزيلي هو منزلة العلم بالواقع الحقيقي، فيكون عندي لاحظ تنزيل الحكم الظاهري منزلة الواقع، إذن عندي واقع تحقق جزء، وعندي تنزيل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي، إذن عندي وصول، عندي علم تحقق هذا الجزء وتحقق هذا الجزء، فيكون جواز الإسناد من لوازم مآثار العلم بالحكم الظاهري، أي العلم بالمؤدي أو بالمؤدى، وأيضا العلم بالواقع التنزيلي، يعني أعلم بالحجية، لنقل هنا أعلم بالواقع، هذا الذي قلنا أعلم بالواقع بأي لحاظ، بلحاظ التنزيل، أي أعلم بالواقع التنزيلي وأعلم بالحكم الظاهري أو العلم بالمؤدى أو أعلم بالوصول أو بالعلم، أي شيء تريد أن تعبر، المهم مجرد لتقريب هذه الفكرة، أي أن موضوع جواز الإسناد يتكون من جزئين، وجود الحكم الظاهري، وجود الحجية، وجود الواقع التنزيلي، عفوا نقول من جزئين، الجزء الأول وجود الحكم الظاهري وجود الحجية، وثانيا وجود الواقع التنزيلي، يعني بتعبير آخر نقول وجود الواقع التنزيلي وجود الحجية، وجود الحكم الظاهري هو عبارة عن الوصول أو العلم، أو هذا يكون علم وهذا يكون حجية. إذن عندي وجود الحجية واقعان، هذا وجود الواقع التنزيلي، ووجود الحكم الظاهري أي وجود الحجية أو وصول الحجية. هذا عبارة عن جزئين، أو لا نقول بهذا الخصوص، نقول يتكون من جزئين، الجزء الأول وجود الحكم الظاهري، وجود الحجية، وجود الواقع التنزيلي، وجود الحجية واقعا بلحاظ الواقع مرة وبلحاظ التنزيل، الواقع التنزيلي مرة وبلحاظ الواقع الحقيقي، هذا الجزء الأول. والجزء الثاني حتى تكون يعني نكون يعني في الجانب الأوضح والأبين لو صح التعبير، الجزء الأول كما قلنا الحجية أو وجود الحجية، والجزء الثاني العلم، إذن نقول يتكون من جزئين، وجود الحكم الظاهري هذا الجزء الأول، الجزء الثاني العلم بالحكم الظاهري أو العلم بالواقع التنزيلي. وجود العلم الظاهري هو عبارة عن وجود حجية، عبارة عن وجود واقع، عبارة عن وجود واقع تنزيلي، عبارة عن وجود حجية واقعا، ومع هذا نحتاج إلى وصول، نحتاج إلى علم، نحتاج إلى قطع، نقول الجزء الثاني هو العلم بالواقع التنزيلي، نقول أي أن هذه النتيجة، يعني نتيجة للكلام لنقول نتمسك بهذا، نقول أي أن موضوع جواز الإسناد يتكون من جزئين، وجود الحكم الظاهري بتعبير آخر وجود الواقع التنزيلي، وجود الحجية واقعا، والجزء الثاني ليس وجود وإنما العلم، العلم بالواقع التنزيلي، العلم بالحكم الظاهري، العلم بالوجود الواقع التنزيلي، العلم بوجود الحجية واقعا، العلم يعني وصول، عندي وجود وعندي وصول، هذا جزء وهذا جزء. وفي فرض الشك بالحجية فإن الجزء الثاني أي العلم بالواقع التنزيلي، فإن الجزء الثاني أي العلم بالواقع التنزيلي غير واصل وغير متحقق ومنتفي، وإذا انتفى أحد جزئي الموضوع انتفى الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي حكم جواز الإسناد وعليه يحرم الإسناد، فحرمة الإسناد هنا استندت إلى عدم الوصول إلى عدم العلم، ولم تستند إلى عدم الوجود، فلا نستطيع أن ننفي الحجية،
وعليه فثبوت حرمة الإسناد في مورد الشك في الحجية لا يدل على عدم الحجية واقعا، لأن حرمة الإسناد يمكن أن يرجع لانتفاء الجزء الثاني من الموضوع، أي انتفاء العلم بالواقع التنزيلي وليس الانتفاء الجزء الأول. لاحظ، نقول تنبيه، لكن حتى مع ما ذكرناه في باء وعلى المسلك الثاني نقول فإنه يمكن إثبات عدم الحجية واقعا، أي إثبات الموازنة بين حرمة الإسناد وبين عدم حجية مشكوك الحجية، يعني حتى مع ما قلناه يمكن أن تكون النتيجة في باء كالنتيجة في أليف، في أليف، أي تثبت الملازمة. هذا هو الدليل الخامس، فيه نكات يعني جيدة، لا بأس بأن يعني نترك الحديث في الدليل السادس، لكن فقط نشير إليه إن شاء الله ويأتي الكلام فيه. الدليل السادس استصحاب عدم الحجية، فاستدل البعض على عدم حجية مشكوك الحجية بالتمسك بالاستصحاب، وذلك على وجهين، إما إجراء الاستصحاب بلحاظ أصل جعل الحجية، أو إجراء الاستصحاب بلحاظ المجعول. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.